بالنسبة لفقه جعفر رضي الله عنه ورحمه، يعني المدعون أنهم جمعوا فقه جعفر كاذبون عليه لا شك في ذلك. وإذاك الذين يرون عن جعفر الصادق ليسوا أتباعا له. جعفر الصادق هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مدني المولد، مدني الحياة، كان له درس أو دروس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله ودفن في المدينة، فهو مدني مولدا ومنشأ ووفاة رضي الله عنه ورحمه. والذين يروون عنه فقهه كلهم تقريبا من أهل الكوفة، وهذا لا يستقيم، وكلهم بلا استثناء متهمون بالكذب، خاصة الكبار منهم الذين يروون عنه الآلاف المؤلفة كزرار بن أعين وبريد بن معاوية أبي بصير ومحمد بن مسلم والجعفي والأحول وشيطان الطاق وهشام بن سالم وهشام بن الحكم، كلهم بلا استثناء متهمون بالكذب سواء في كتب أهل السنة أو كتب الشيعة حتى. فإذا كان هؤلاء متهمين بالكذب ويعيشون في بلاد غير التي يعيش فيها جعفر، وليست هناك وسائل اتصال كما هو الحال اليوم، فكيف يروي هؤلاء عن جعفر فقهه؟ فلا شك أنهم يكذبون على جعفر. ولذلك في مسائل الفقه في مذهب الذي ينسبونه إلى جعفر اختلافات وتضادات لا تكاد تتفق أبدا، ولذلك أخرجوا لهم مخرجا يسمى التقية. فإذا وجدوا القولين متعارضين قالوا هذا تقية وهذا صد، فيأتي الآخر فيقول لا العكس، هذا تقية وهذا الحق. ولذلك قال يوسف البحراني اشتبهت أحكامهم الحقيقية بالتقية فلا تكاد تميز بين ما هو تقية وبين ما هو حق. وبالتالي كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فدعوة أن هذا مذهب جعفر هذه دعوة لا تقبل أبدا. وجعفر مدني، وإذا كان هناك من جمع فقه جعفر فهم أهل المدينة فقط، وهم أهل السنة الذين جمعوا فقه جعفر. وأما ما ينسب إلى جعفر في كتب الشيعة فأكثر من 90% منه مكذوب، والصحيح منه مأخوذ من كتب أهل السنة ولكن نسب إلى علمائهم، كما هو الحال بالنسبة لبعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرونها ويأخذون من كتب أهل السنة ويضعون لها إسنادا من عنده، فالمتن صحيح لكن الإسناد لا يمكن أن يكون صحيحا أبدا. فدعوة أن هذا فقه جعفر هذه دعوة لا تسلم أبدا ولا تقبل. نعم.